نموذج لنجاح الشخص السوداني في زمن عز فيه النجاح عبر الرافعة الطبيعية، أن تأتي من مكان داخل السودان وتعمل في مهنة أو موهبة محددة وتحقق فيها نجاحا كبيرا. هذا أمر طبيعي في كل العالم، لكن في السودان لظروف كثيرة لم يكن هذا أمرا طبيعيا. لذلك بالنسبة لنا بركة هو نموذج لهذا النجاح في تقدير الذي جعله شيخ هذه الطريقة. أنا جيت البيت لقيت أخويا الكبير اسمه حسن بيقرأ في الكتاب، يعني يقرأ الكتاب ده براحة كده كأنه يعني يتعامل مع حاجة كده خطرة، ويقرأ هنا ويمشي تاني طول القطية وما أعرف. أنا الحاجة دي عجبتني إنه الكتاب الشايله فريد، إحنا بنقول له فريد، هو اسمه حسن، أنا عايز الكتاب ده. فقلت له يا أخي ده أقرأ الكتاب، نهرني لك نهرتين ثلاثة كده فسيبته. ففي يوم هو سافر مشى يشتغل بعيد، مشى بقطيته وكان قافلة بطبلة بسلك تحت الطبلة، ولقيت الكتاب تحت المخدة وشدته. الكتاب ده اسمه قصص الرعب والخوف، مؤلفه إدغار ألان بو. أنا لا بعرف إدغار ألان بو، لكن العنوان قصص الرعب والخوف، قلت هذا كتاب خطير. سرقت الكتاب ومشيت بعيد جنب البحر، يعني في ناس من خشمة قربة هنا، أحمد وفي بعض الناس هنا عندنا النهر، ومشيت البحر ده نسميه البحر، هو نهر عبرة، وبقيت أقرأ الكتاب. كان جميل، قصص بجد مرعبة ومخيفة. فبقيت كل يوم أجي أقرأ الكتاب لحد ما كملته. لما خلصت الكتاب كان عندي فكرة واحدة فقط، إنه أكتب زي القصص دي فقط، إنه زي الشيء الجميل ده أنا أكتبه. من اليوم دي وأنا عمري حوالي 13-14 سنة بديت أكتب أقلد إدغار ألان بو. ندخل إلى عبد العزيز بركة ساكن والدراسة في أسيوط. كيف حدث ذلك أصلاً، الفرصة القدوم إلى مصر والحياة في أسيوط كنقلة من الحياة في السودان، ثقافة مختلفة، حياة مختلفة جديدة، وبدايات الكتابة. مشينا مكتبة قصر الثقافة في أسيوط ولقينا واحدة مسؤولة منها اسمها فوزية أبو النجا، دي الأصعابين اليوم، وأستاذ سعد عبد الرحمن الله يرحمه، ومجموعة من الأسايطة اللي مباشرة قالوا لي أوكي نزلنا تحت المكتبة. من اليوم ذاك أنا حددت تماما إنه الجامعة دي 4 سنوات أنا حقضيها في 8 سنوات. يعني بصوا يعني وقتي كله بمشي بكرة في المكتبة، بحضر لي محاضرتين ثلاثة، أنجح في مادتين، يرب دبي السنة اللي جاية، وهكذا كل سنة بسنتين. دي كانت برضو ما المشكلة. الشيء الثاني كانت كتب كثيرة جدا متنوعة، لا قلت أبدأ بالنظام. السنة الأولى فقط أقرأ قصص قصيرة، سنة كاملة أقرأ قصص قصيرة إلى يعني كان ما في حاجة في المكتبة قصص قصيرة أقرأ. حولت السنة الجاية للروايات فقط، السنة اللي بعدها للشعر، آخر سنة كانت فلسفة وعلم نفس واجتماع وكذا. الوقت ذاك في الجامعة أوريدي أنا وصلت شنو؟ إكسترنال، يعني يمتحن من خارج الجامعة وبعد ذاك حيطردوني. فبيقالوا يا مين، وكان شوية فول شوية قعاد في الجامعة شوية مهمة، نجحت والحمد لله. يعني 8 سنوات ويعني ما فزت في أسيوط قعدت الفترة دي كلها. في الفترة دي بالذات، وكلام مهم تاني، بعد ما حسيت إنه المكتبة دي ما كفاية، جيت القاهرة في مكتبة اسمها الوافدين، ملانة بالكتب. أوصيكم بمكتبة الوافدين، يعني فيها كتب كثيرة والقراءة برضو بالقراءة بنفس يعني مجاني. كل ما كتبت أكثر، وبعدين كل ما كانوا في كتاب كتار، يعني كل ما زاد عدد الكتاب اللي بيكتب الرواية، إن شاء الله كل يوم نطلع رواية جديدة. الناس ما تقلق في الحاجة دي، إنه التراكم ده بيخلق تراكم نوعي، إن شاء الله كل يوم يكون في شاعر، ودي حاجة جميلة جدا، والناس تشجع الشعراء الجداد والكتاب الجداد، لأنه تراكم الكم ده بيخلق تراكم نوعي.
فأنا أصلا ما ضد أي زول يكتب، وفي رأيي إنه الرواية أو الشعر بيقول يعني البقر كاتبه إنه شعر، كتب حاجة قال ده شعر، قال الشعر كتب قال دي رواية، دي رواية يعني المشكلة وين يعني؟ أنت تعجبك بقوانينك الخاصة أوكي، ما عجبتك سيبها. فبالتالي من حق أي زول يكتب وكذا، فدي حاجة. فالكتب الكتابة في السودان يعني لو لاحظت كانت جزء من حياتي المباشرة، يعني أنا بمشي مع الجنغو مسح دارفور، كنت في محل حرب، يعني حرب عديد كده في ميدان المعركة كنت فيها. رواية الخندريس دي لما قتلوا الأطفال وأنا تابعته وبحثته وكذا يعني. رواية الطواحين بحثت في الفن التشكيلي ومشيت المعهد يعني كانت. فحصل اجتماع من قبل في اتحاد القطاع، طلبوا مني انه اقول يعني قدامهم وابرر، ولانها تهمه صعبه. وحصل الاجتماع وكانوا حاضرين كميه من الكتاب ومنهم الناس اللي بيكتبوا ذاتهم التقارير. وقال لي واجههم كان مرحوم الاستاذ كمال الجزيري، هو المدير الاجتماع الله يرحمه. فقلت لهم اوكي انا عندي التقارير، وجابت لي الاستاذه بوفينه كبير مكي من مكان ما، هي بتعرف الجحار دي كويس. فكانت الحاجات معاي، فاول واحد كان قاعد على يدي اليمين سالته قلت له فلان الفلاني انت ما قاعد تقدم تقارير ناس الامن بدون الكتاب؟ خجل والقلم وقع من جده. فمشاكل الكتابه كثيره، وانا كتبت كل الحاجات دي في كتاب اسمه الجني الذي قالت امي مريم انه يكتب لي القصص، نشرته بثينة العيسي. بتلقوا فيه كل المشاكل اللي بتحصل للكاتب في السودان، يعني انت مش البوليس بس، يعني في بواليس ثانيين هم اصحابك زي ما قالت الشجره يد الفاس منا، يد الفاس دي منا اللي احنا ذات قطعنا. فاحنا كنا عايشين في ظروف صعبه جدا، وانا حاليا بحمل كل اللي حصل لي لطردي من السودان في موضوع الكتب والامن وكده والغربه دي. انا من النوع ما اقدر اطلع من السودان اطلاقا، يعني مش كنت عايز امرق يعني مهما حصل بقعد، لكن في كل دقيقة بتاع امن محبوس وتتعطل حاجاتك وكده. في النهايه هرب كما هرب ده اقول للسودانيين اللي قاعدين في مصر حقيقه، يعني الكلام مش لانه انا في مصر الان. في يوم من الايام كان الحكومه بتاعت الانغاز عندها مشكله مع المصريين، فانا كتبت انا احب مصر ولا احد يستطيع ان يزيف قلبي، والوقت ده كان طالع معتقل ودقني حتى. يعني موضوعي مع مصر ما يعني ما مداهنه، انا تعلمت معاهم واتربيت في مصر 8 سنوات واكرموني كرم شديد جدا. والناس يعني لما تلقى مشاكل صغيره، انت برضه في السودان بتلاقي مشاكل صغيره، صحيح؟ في اي بلد بتلاقي مشاكل صغيره، وانت هنا لازم تعترف لا، ما في حاجه اسمها نازح زاير، نو لاجئين. واللاجئ ما عدا يا جماعه، انا حاسس الشيخ اللاجئين 13 سنه لاجئ، لا عندي جواز، لا عندي جواز من اي دوله، عندي بطاقه لجوء لقاعده في جديده اسمها الاغابش الحقيقة. في اي مطار يوقفوني، اي بوليس يلاقيني يفتشني، وما دار اي حاجه غير الاغابش الحقير ده لحد ما ارجع بلدي. فلاجئين تتعاملوا بالقوانين المحليه الموجوده، تستفيدوا من كل الحاجات الممكنه هنا، وتدوهم ما اجمل ما في السودان. انتوا شعب جميل، عندكم عندنا حاجات وعندنا ثقافات وعندنا وعي، ومعروف عننا الامانه، يعني كان قبل 30 سنه طبعا. الامانه وحب الاخرين، يعني دي برضه شاركوا بها الشعوب هنا او الشعب المصري. دائما ادوهم الجميل، يعني ناس ادوكم المكان، رحبوا بكم، ادوكم الحب ده. والنيل هو اخونا وابونا وامنا، كلنا هبه النيل. فنعتقد انه الناس دائما توعى للنقطه دي، مهمه جدا.
وعي الكاتب بمعطياته هو بالحياة المدخرة عنده، بالمخزون الثقافي الموجود فيه، من البيئة اللي نشأ منها، هي ما بتنفصل تماما عن منتوجه الأدبي. سعيد جدا انه اكون حضور تدشين كتاب الجديد في القاهرة هنا، وكتبه اكيد يعني من المؤلفات اللي بيتم تلقفها والبحث عنها بشدة. وصراحة انا سعيد جدا جدا لحاجتين، انه الاقي بعد فترة طويلة، وانه اكون يعني من الناس اللي حضروا تدشين المؤلف بتاعه الجديد هنا في القاهرة. عبد العزيز بركة ساكن، أنا بالنسبة لي هو زول يعني غير إنه من الكتاب المتميزين، هو صديق يعني، فقابلتني مواقف كثيرة يعني أنا في كتاباته وحاجاته، فكنت يعني قدر المهمة والموضوع اللي بيحصل يعني في عدد من الكتب حقته في المعارض. أول معرض لي كان، أنا كنت مدير لمعرض المعرض السوداني في 2005، فالكتب حقته بيقولوا يعني ما تتباع، وعدد من الناشرين الكتاب زيه انها ما تتباع، لكن بطريقه ما انها تقدر تصرفت الكتب دي وعملت لها جلسات نقاش واستعراض في الصحف الملاحقه الثقافيه. أنا قريت لعبد العزيز بركة ساكن الجونغو مسامير الأرض، امرأة من كومبوكاديس، والرجل الخراب. يعني أنا طبعا ما قريت كل كتبه، لكن عندي اللي نزلتهم ولسه ما قريتهم، وحسي آخر الكتب اللي أنا أقرأهم الأشوس الذي هلغت أحلامه مثل طائرة مسيرة.